السلام عليكم. بدأت إيران بالإعداد بشكل مكثف من أجل مواجهة أي عملية عسكرية أمريكية محتملة ستطال فصائلها المسلحة الموجودة على الحدود العراقية السورية وتحديدا في الداخل السوري. هذا أصبح واضحا من تفاصيل نشرتها عدد من الوكالات السورية مثل وكالة عين الفرات وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أضاف الكثير من المعلومات عما يجري وعما يتم الحديث عنه. فالكلام هنا بشكل واضح هو حول هذه الحدود التي ترونها، هنا العراق هنا سوريا، وهذا هو معبر القائم البوكمال. والحديث عن هذه القاعدة الكبيرة التي ترونها وهي قاعدة الإمام علي الخاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران، وهنا طبعا هذا هو المعبر الإيراني، المعبر الغير شرعي الذي تستخدمه الفصائل المسلحة المقربة من إيران من أجل عبور عناصرها أو حتى عبور أسلحتها أو صواريخها إلى قاعدة الإمام علي أو حتى إلى مناطق غرب نهر الفرات إن كانت البوكمال أو الميادين أو حتى وصولا أيضا إلى دير الزور. هذه المناورات التي تم الحديث عنها بشكل واضح بأنها تأتي بحضور قادة وخبراء إيرانيين من الحرس الثوري الإيراني وحتى من حزب الله اللبناني، وبأن هذه المناورات العسكرية التي لها ما يقارب 3 أيام والحديث عنها بأنها مستمرة، وهنالك انفجارات كبيرة من ضمن هذه المناورات سمعت في البوكمال وفي المناطق القريبة منها من شدة كثافة هذه التدريبات التي تقوم بها هذه الفصائل. طبعا تضمنت هذه التدريبات بشكل واضح استخدام الأسلحة المضادة للدروع وأيضا الألغام وزرع الألغام وحتى استخدام الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من خلال هذه التدريبات، بالإضافة إلى ذلك إلى أنها وكالة عين الفرات أضافت بأن كانت هنالك حافلة قادمة من العراق إلى سوريا تحمل عددا من العناصر الإيرانية دون 25 عاما دخلوا على أو تحت إطار بأنهم حجاج إلى الداخل السوري عبر طبعا القائم البوكمال وصولا إلى دير الزور، ولكن هذه الوكالات أكدت بأن هذه العناصر هي عناصر من الحرس الثوري الإيراني وصلت إلى دير الزور والتي تعتبر هي المنطقة المقابلة والتي تشكل خطرا طبعا على الوجود الأمريكي الموجود في طبعا قاعدة كونيكو الأمريكية. وهذه التمارين وهذه المناورات العسكرية التي يتم الحديث عنها هي مصممة لمواجهة وتوجيه الضربات ضد القواعد التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي. والمثير بهذه المسألة أن كل هذه التحركات هي تأتي بعد كل التقارير التي رأيناها حول ما هو قادم تجاه البوكمال، القائم البوكمال بشكل خاص البوكمال. رأينا تقارير روسية قادمة من إزفيستيا أو حتى من الأخبار اللبنانية أو غيرها من الصحف التي تحدثت بأن هنالك احتمالا لتقدم أمريكي للسيطرة على البوكمال لقطع الطريق طبعا وطريق الإمداد القادم من إيران مباشرة إلى سوريا. ولكن الفصائل المسلحة المقربة من إيران وإيران تعلمان تماما بأن قاعدة الإمام علي هي أساس هذه المعركة. الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها لن تتمكن من السيطرة أمنيا على هذا المعبر إن لم تهاجم أولا قاعدة الإمام علي التي تعتبر هي الركيزة العسكرية الأساسية والتي تضمن أمان وتضمن سيطرة إيران على هذا المعبر وكذلك سيطرة إيران أساسا على الحدود بأكملها إن كانت من العراق وإن كانت متجهة إلى سوريا. السيطرة عليها يعني نهاية كل شيء بالنسبة لإيران ونهاية هذا الممر الذي تم الحديث عنه بشكل مكثف. وبالتالي تلاحظ من التدريبات عندما تحدثنا عن الألغام عن الأسلحة المضادة للدروع واضح جدا أن هذه الفصائل تضع في حساباتها بأن قد يكون هنالك هجوما بريا يتعرضون له من قبل القوات الأمريكية أو من القوات التي تدربها طبعا القوات الأمريكية، والتحركات الأمريكية الغامضة هي مستمرة. نحن لاحظنا هذا الأمر في الشهرين الماضيين بأن التحركات الأمريكية كثيرة تجاه هذه الحدود، ولكن خلال هذا الشهر على سبيل المثال لاحظنا أن هنالك أنباء تحدثت بأن هنالك مناورات أمريكية في قاعدة التنف الاستراتيجية للغاية
وأيضا وكالة مهر الإيرانية كانت قد تحدثت بداية هذا الشهر أن هنالك رتلا أمريكيا انطلق من قاعدة التنف أو يتحرك من قاعدة التنف باتجاه البوكمال وباتجاه طبعا القاعدة أو باتجاه القائم وتحديدا حتى تصل إلى البوكمال من التنف يجب أن تذهب مباشرة إلى قاعدة الإمام علي. والمثير بهذا الأمر أيضا في 48 ساعة الماضية كان هنالك حديثا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الدولي تقوم بالعديد من المناورات شرق نهر الفرات وبأن المناورات تأتي تقريبا في أغلب القواعد الخاصة بها وليس هذا فحسب بل أيضا في بادية هجين كما تلاحظون برفقة مجلس هجين العسكري. وطبعا عندما نتحدث عن بادية هجين فنحن نتحدث عن نقطة هنا تقريبا بادية هجين التي يتم فيها التدريب والمناورات مع قوات سوريا الديمقراطية منطقة قريبة للغاية. إذا ما حاولنا نوضح لكم هنا الخارطة فهذا هو نهر الفرات كما تلاحظون والمنطقة ملاصقة تماما لمناطق تواجد الفصائل المسلحة المقربة من إيران التي تأتي على طول الخط غربي نهر الفرات. وطبعا أيضا أن هنالك مناورات عسكرية تحدث عنها نفس المصدر من القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في حقل العمر النفطي هنا وكذلك في كوريكو التي تأتي قبالة أو في الجهة المقابلة لدير الزور. طبعا هنا الميادين هنا دير الزور تقريبا وهنا الحسابات الإيرانية بأن أي طرف من الممكن أن يهاجم هذه المنطقة ستتغير المعادلة على الحدود هنا تحديدا في هذه المنطقة. ولنختر هنا اللون الأحمر لكي نوضح لكم هذه هي القائم البوكمال التي تحدثنا عنها. تعلم إيران تماما والفصائل المسلحة المقربة من إيران بأن الكونغرس لم يقم بتخويل الرئيس الأمريكي لكي يقوم بعملية عسكرية هنا في سوريا. على سبيل المثال التخويل الذي تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية هو ضد تنظيم داعش الإرهابي بالتالي التخوف يأتي ممن تدربهم الولايات المتحدة الأمريكية. مثل هذه المناورات بالأسلحة الثقيلة في هجين قد يؤدي إلى تقدم لقوات سوريا الديمقراطية هنا أو تقدم باتجاه الميادين خاصة أن قوات سوريا الديمقراطية تقدمت في بعض المناطق بعد الاشتباكات التي شهدناها خلال هذا الشهر بينها وبين العشائر العربية أصبحت على التماس مع الفصائل المسلحة المقربة من إيران وبالتالي من الممكن أي تقدم بهذا الاتجاه أي تقدم باتجاه دير الزور سيغلق الطريق تماما الذي نتحدث عنه هنا وهو معبر القائم البوكمال وهذا هو أساس عمل قاعدة الإمام علي التي تحدثنا عنها والتي تناور فيها الفصائل المسلحة المقربة من إيران لمواجهة مثل هذا السيناريو فهي تريد إشعال القواعد الأمريكية إشعال النيران من كل اتجاه وهي تحاكي كما تلاحظون بحسب هذه المعلومات التي نشرت في 72 ساعة الماضية تقريبا بأنها تحاكي استهداف قواعد التحالف الدولي على الضفة اليمنى كما تلاحظون أو الضفة الأخرى للنهر ألا وهي شرق نهر الفرات. وبالتالي بالنسبة لهذه التدريبات التي يتم الحديث عنها فهي مهمة بالنسبة لقاعدة التنف على سبيل المثال واستهداف قاعدة التنف فقاعدة التنف بالنسبة للقوات أو الفصائل المسلحة المقربة من إيران ما تفكر به ببساطة أن تكون هنالك طائرات مسيرة قادمة من العراق قادمة من تدمر على سبيل المثال أو سوريا وبالتالي تهاجم قاعدة التنف بشكل مباشر وهذا حدث الأمر في السابق وبالتالي يصعبون الأمور على القوات الأمريكية الموجودة هنا وأيضا يهاجمون بالصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى قاعدة حقل العمر النفطي وحتى كونيكو وذلك في حالة أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بهذه العملية العسكرية التي يتم الحديث عنها وبالتالي نحن أمام مناورات من الفصائل المسلحة المقربة من إيران بشكل مكثف ومناورات من جهة أخرى بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في ظل متغيرات كبيرة تأتي في هذه المنطقة. في نفس الوقت أن هنالك تطورا كبيرا يأتي ضد إيران أيضا وهو يجري من خلال تظاهرات محلية موجودة في الداخل السوري وهذه التظاهرات المحلية هو ما يجري في السويداء فهنالك تظاهرات كبيرة قد انفجرت وقد دخلت في أسبوعها الرابع في محافظة السويداء السورية المحافظة المهمة للغاية طبعا وهذه التظاهرات
تزداد شيئا فشيئا، وحتى المواقف المتشددة من الرموز الروحية الدينية الموجودة هناك وهي الدرزية تحديدا، مثل الشيخ حمود الحناوي وكذلك حكمة الهجري، هؤلاء الشيوخ كلهم مساندين لهذه التظاهرات، تقريبا هم الذين يعتبرون الوجوه لهذه التظاهرات والذين يمثلون السوريين الموجودين كذلك في محافظة السويداء. مواقفهم تتشدد بشكل كبير، هم رافضين للتواجد الإيراني ويقولون بأن هنالك احتلالا إيرانيا، وكذلك هم يطالبون بتفعيل المادة 2254 وهو قرار مجلس الأمن الدولي الذي طبعا طرح في 2015 وصوت عليه في عام 2016، وهذا القرار ينص ببساطة بأن يكون هنالك إيقاف لإطلاق النار في سوريا، تكون هنالك محادثات سلام، يذهبون إلى حكومة انتقالية، ثم بعد ذلك تكون هنالك انتخابات تحت إشراف أممي، وبعد ذلك يتجهون إلى حكومة مقبولة من الجميع في سوريا ويستقر الأمر. بالتالي هذه التظاهرات تأتي ضد نظام بشار الأسد بشكل مباشر. وأيضا ما هو مثير في هذه المسألة بأن كان هنالك دخولا أمريكيا على الخط، تقارير نشرت على المستوى السوري والدولي بأن الأمريكيين قد دخلوا على الخط، العديد من الوسائل الإعلام والأوساط الإخبارية كانت قد تحدثت مثل الشرق الأوسط أن هنالك تقارير عن اتصال أمريكي من الكونغرس الأمريكي بأحد هؤلاء الشيوخ، وطبعا الطرف الأمريكي الذي قام بهذا الاتصال بحسب هذه التفاصيل هو فرينش هيل، وهو أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، هو عضو في مجلس النواب الأمريكي منذ عام 2015، وهو طبعا مخضرم للغاية، اتصل بالشيخ حكمة الهجري بحسب هذه التفاصيل وطال الاتصال لمدة نصف ساعة وسأله عن السويداء وتظاهرات السويداء وغيرها، وقال بأننا يجب أن تكون هنالك علاقة جيدة بيننا ونتمنى التواصل أيضا بشكل مباشر وأن يكون هنالك دعما دوليا لمحافظة السويداء لهؤلاء المتظاهرين أيضا لنصرتهم، ولكن لم يكن هنالك تأكيدا مباشرا من الشيخ الهجري أو حتى من فرينش هيل عن هذا الاتصال، ولكن أيضا ليس هنالك نفي لهذا الاتصال الذي جرى بهذا الشكل. ما هو مثير أيضا، الدكتور وليد فارس وهو الذي يعتبر كان من أهم المستشارين للعلاقات الخارجية في الشرق الأوسط في زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2016، هو أيضا كان مستشار الأمن القومي لميت رومني أثناء حملته الانتخابية في حملته الرئاسية في عام 2012، وأيضا كان مستشارا لعدد أيضا من النواب الموجودين في الكونغرس كذلك. هذا الرجل كان قد نشر على موقع أكس معلومات مثيرة للغاية حول محافظة السويداء، وكان قد تحدث عن هذه المحافظة التي تأتي هنا، هذه الحدود الإدارية لمحافظة السويداء التي ترونها، تحدث ببساطة بأن هنالك نظرة أمريكية ودراسة أمريكية لتغيير وضع هذه المنطقة ومن أجل جعل هذه المنطقة وتمكينها من أن تقوم بحكم محلي أو حكم خاص بها ذاتي خارج عن سيطرة الفصائل المسلحة المقربة من إيران التي تنتشر في هذه المحافظة، وأيضا في نفس الوقت خارج عن سيطرة النظام السوري نظام بشار الأسد، إخراج كل شيء من هذه المنطقة أن يكون هنالك حكما محليا، وأيضا هنالك دراسة بحسب ما تحدثه عنه الدكتور وليد فارس بأن هنالك أيضا دراسة لوضع حظر جوي على هذه المنطقة بسيطرة أمريكية تامة على هذه المحافظة المهمة للغاية. وبالتالي هذا طبعا يفتح الأبواب على عدد من الأمور، مثل هذه الدراسة الأمريكية والخطط الأمريكية هي مهمة. لماذا؟ لأن هذه المحافظة أولا بالإضافة إلى أنها ثائرة على النظام السوري كما نتحدث الآن وهي تتصاعد، فهي يجب أن نعلم بأنها قريبة من الجولان، هي قريبة أيضا من قاعدة التنف الاستراتيجية للغاية، وأيضا هي قريبة للغاية من النظام السوري كما تعلمون من دمشق تحديدا، وبالتالي ستكون مثل السكينة في خاصرة النظام السوري، وأي نهاية للنظام السوري في المستقبل بعد مثل هذا القرار أو مثل هذه الخطة هي ستؤدي في نهاية المطاف إلى نهاية الوجود الإيراني في سوريا ونهاية حتى الوجود الروسي، لأن سيتغير كل شيء والمعادلة ستتغير إن ما جاءت بهذا الشكل طبعا، وحتى على المستوى الجوي إن كان
كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع التحليق فوق هذه المنطقة وصولا إلى قاعدة التنف منطقة 55 كيلو دون أن تتمكن الرادارات أساسا من ضبطها في هذه المنطقة. هم أساسا لديهم مشكلة في ضبط هذه الطائرات، فما بالك أن تكون هنالك سيطرة جوية أمريكية على هذه المنطقة تحديدا، وبالتالي مثل هذا الطيران يصل إلى التنف يفتح الباب للنار على هذه الحدود، تحديدا حدود القائم البوكمال في البوكمال، وأيضا تساعد في عملية توجيه ضربات بهذا الاتجاه لحلب على سبيل المثال أو غيرها من النقاط التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المقربة من إيران. وبالتالي هو تطور خطير ومربك بالنسبة للإيرانيين، وبالتالي الأمور أيضا واضح بأن سوريا في ظل كل المعادلات التي تحدثنا عنها قد تشتعل في أي لحظة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، في ظل أيضا إيران بدأت تتعرض إلى ضغوط داخلية كبيرة، فالضغوط قادمة ليس فقط بسبب التظاهرات والذكرى السنوية لتظاهرات مهسا أميني التي انطلقت بذكرها السنوية يوم أمس وهي مستمرة، وهنالك ضغط كبير، قتلى وجرحى والتكتيم كبير وضغط كبير من الجانب الإيراني. هناك أيضا تقريرا قد صدر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت بأنها تسلمت بلاغا من إيران بأن إيران أوقفت وسحبت التراخيص من ثلث تقريبا أو ثلثي تحديدا، ما يقارب 8 عناصر من المفتشين للوكالة الدولية للطاقة الذرية سحبوا منهم التراخيص في مسألة تفتيش النشاطات النووية الخاصة بها. هذا الأمر طبعا أزعج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لماذا إيران ذهبت إلى هذا الطريق؟ هذا بسبب أن أكثر من 60 دولة وبالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والترويكرة تحدث عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا نددوا بعدم تعاون إيران على المسألة النووية والمفاعلات النووية وعدم وجود إجابات منطقية لجزيئات اليورانيوم التي وجدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقعين لا إجابات من إيران. بالتالي هم هددوا إيران أن تكون هنالك إجراءات ضدها، وإيران قامت بسحب التراخيص من هؤلاء 8 عناصر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المفتشين المهمين الذين طبعا تحدث عنهم رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتالي رافائيل غروسي قال الآتي: يعتبر قرار إيران الأخير خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ ويشكل ضربة للعلاقات بين طهران والوكالة. هذا يعني بأننا أيضا أمام تصعيد نووي كبير باتجاه إيران، تظاهرات ضاغطة في الداخل الإيراني قد تفسر كل ما نراه في سوريا، وقد تفسر أيضا كل ما نراه باتجاه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، رغم وجود الكثير من الأخبار الجيدة حول هذا الموضوع.